طلابي حبايبي جيل 2007، برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم. الأستاذ أسامة شعبان من موقع واتهد التعليمي. ما تستغرب هاي الأنابيب الموجودة أمامك بثلاث ألوان. إحنا حصتنا راح تكون اليوم هي تكملة لجزئية الدرس الأول، مركبات عضوية حيوية البروتينات، تحديداً تجربة فحص فصائل الدم. يعني أنا بدي أعلمك كيف تعرف فصيلة دمك، بس دير بالك هذا الاشي ما تعمله لحالك. في البداية حبايبي احنا رح نستخدم في هاي التجربة اشياء مهمة، سيبك من المجهر حاطينه مظهر احنا ومنظر الى، احنا بيهمنا الاجسام المضادة المصنعة تصنيع. احنا بنعرف ان الاجسام المضادة اجسامنا بتنتجها لما يدخل مولد الضد الغريب، تمام. هاي الاجسام المضادة اللي استخدمناها اليوم من شركات الادوية او شركات التصنيع هي مصنعة تصنيع، يعني احنا مش جايبين طالب او طالب وسحبين منه اجسام مضادة، بس احنا بنقدر ناخذ من اي طالب شو ناخذ؟ عينات دم. ليش؟ لانه خلايا الدم الحمراء موجود على سطحها مولدات الضد، احنا بس معانا الكواشف اللي بدها تبين وجود او عدم وجود مين؟ مولد الضد. الفكرة في هذا الفيديو كامل، في هاي التجربة كاملة يا طلابي يا حبايبي، هي فكرة واحدة. العلم بسيط يا اخوان، الفكرة ايش؟ واحدة. شو هي الفكرة؟ اذا تفاعل مولد الضد وجسم مضاد مع بعض التقوا راح يصير في تفاعل، معناته موجود، ما تفاعل مش موجود. كيف يعني يا استاذ؟ يعني انا بدي اضيف اجسام مضادة من نوع ايه، هاي اسمها اجسام مضادة نوع ايه، وهاي نوع بي وهاي نوع دي. انا لما اضيف اجسام مضادة ايه على قطرة من دمي انا الان راح اضيفها، تمام، اذا صار تفاعل تخثر معناته هذا الجسم المضاد وجد في الدم مولد الضد وتفاعل معه، تمام. طيب ضفنا البي كأجسام مضادة، ضفناها على عينة الدم، إذا صار تفاعل تخثر معناته إيش؟ معناته هذه الأجسام المضادة وجدت مولد الضد وتفاعلت معه وعملت التخثر. ونفس الكلام على الأجسام المضادة إيش؟ دي. طب إذا عندي عينة دم، عينة دم أعطتني الثلاث نقاط دم، ضفنا عليها ثلاث أنواع مولدات ضد والثلاث صار فيهم تخثر، ايش فصيلة الدم؟ احسنت، A موجود، B موجود، والD موجود، فالدم راح يكون A B موجب. طب انا بدي دم ما يتفاعل فيه اشي، لا مولد ضد A ولا B ولا D موجود عنده، شو بكون الدم؟ بكون الدم ما عنده A ولا B، اذا هو O. طب ما عنده D معناته هو O سالب. احسنت، خليك معي الان نبلش في الجزئية العملية لهذا الجزء. تجربتنا بتحكي عن فحص فصائل الدم حسب نظامي الـ ABO ونظام الـ RH. حسب نظام الـ ABO عندي أربع أنواع فصائل دم اللي هم الـ A والـ B والـ AB والـ O، صح؟ ممتاز. بناء على وجود أو عدم وجود مولد الضد سواء الـ A أو الـ B، تمام. حسب نظام الـ RH يا بيكون الدم موجب يا بيكون الدم إيش؟ سالب. طب أنا من خلال هاي التجربة اللي بدك تعمل لي إياها الآن، شو اللي بدي أركز عليه وكيف بدي أفهم أنا كطالب؟ ركز معي، لاحظ شو كتب لك أنا على الشاشة هون. لمعرفة، لاحظ، فصيلة الدم بشكل عام، ها، يجب الكشف عن وجود نوع مولد الضد. بدي أعرف شو نوع مولد الضد اللي موجود عندي أنا على سطوح خلايا الدم الحمراء، ها، تمام؟ طب أنا لما درستك في الجزء النظري في الأربع أجزاء للبروتينات شو حكيت لك؟ انه احنا قسمنا فصائل الدم حسب نوع مولد الضد الموجود على سطحها، تمام، وكنا بنعرف انه الجسم المضاد موجود في البلازما. يا سلام عليكم. الان عندي ثلاث انواع مولدات ضد، عندي مولد الضد ايه وعندي مولد الضد بي، هذول النوعين اللي بيحددوا فصيلة الدم حسب نظام مين؟ الاي بي او. حسب نظام الار اتش عندي مولد الضد مين؟ دي. الشخص اللي عنده مولد الضد دي موجب، اللي ما عنده دي بيكون سالب، اللي عنده A لحالها بيكون A، اللي عنده B لحالها بيكون B، عنده A زائد B بيكون AB، ما عنده لا A ولا B بيكون دم إيش؟ O. طيب تمام، شو رح نعمل في التجربة؟ ركز معي في التجربة هاي، رح نشاهدوا كمان شوي انه انا جايب اشخاص، تمام، بشكرهم طبعا، وفاجأتهم ما بيعرفوا التفاصيل كانوا، وجبتهم وسحبت منهم عينات دم قطرات صغيرة عشان اكشف وأشوف نوع مولد الضد اللي عندهم.
تمام، ورح تنبسطوا بالمشاهدة إن شاء الله. تمام، والهدف هو تعليمي، هيني بأكد. الآن نيجي هون، رح نسحب عينة الدم، إما بنحطها هاي العينة لهذا الشخص على شريحة واحدة زي هيك، أو على أكثر من شريحة. خلنا نشرح على شريحة واحدة. يعني هاي العينات اللي هون شايفها عينات دم لشخص واحد، رح تكون هاي العينات كلها لشخص واحد، رح نضيف عليها أجسام مضادة، أجسام مضادة، سواء الايه او الدي او البي، بضيفها على عينات الدم لهذا الشخص. تمام، لاحظ هون نقوم بإضافة الأجسام المضادة إلى عينات الدم. يعني أنا عندي هون إيش؟ خلية دم، وهاي خلية دم، وهاي خلية دم، وين الأجسام هيها؟ وكأنه هون خلايا وهون إيش؟ بلازما. انتبه، بدي ألاحظ حدوث أو عدم حدوث التخثر. شو يعني؟ تعال شوف لي هون، ماذا يعني حدوث التخثر؟ يعني تجلط الدم. بقول لك تفاعل يحدث عند التقاء أو اجتماع، بتعرفوا على بعض مين؟ الجسم المضاد مع مولد الضد من النوع نفسه. يعني إذا التقى عندك جسم مضاد، جسم مضاد إيه زائد مولد الضد إيه، هذا اسمه تفاعل تخثر. هون بصير يحدث تحلل لخلايا الدم، يسببه مين؟ الأجسام المضادة. يعني الجسم المضاد هون إذا التقى مع مولد الضد من النوع نفسه بيعتبره غريب، فبيهاجمه. وصلت؟ بيهاجمه. حلو، بيسبب هذا الهجوم تحلل خلايا الدم. التحلل اللي هو يعني تجلط أو تخثر للدم. يعني أنا هون لما أضيف أجسام مضادة من نوع إيه، ركز في اللي بدي أحكيه الآن، بدي أضيف الآن أجسام مضادة من النوع إيه، هون بدي أضيفها. أعطيك لون ثاني، يلا ضفتها هون. ها الآن الجسم المضاد إيه؟ جسم مضاد إيه؟ لما أضيفه هون، إذا موجود عندي هون مولد الضد إيه؟ شو راح يسوي؟ راح يهاجمه، صح؟ وبالتالي راح يصير الدم عندي فيه إيش؟ تخثر. شو بعرف من هيك أنا؟ بعرف إنه موجود عندي هون إيش؟ يمتلك مولد الضد إيه؟ كيف عرفت؟ زتيت عليه جسم مضاد، إذا لقاه بيتفاعل معه بتخثر، ما لقاه ما راح يتفاعل، ما راح يتفاعل معه. هون ضفت وصار تخثر. طيب نيجي هون، ضفنا هون أجسام جسم مضاد بي، ضفنا له هون، ما صار تخثر. شو يعني؟ لا يوجد أو لا يمتلك مولد الضد إيش؟ بي. حلو، جينا على الأخير صاحبنا هيو، ضفنا أجسام مضادة إيش؟ جسم مضاد دي، ضفناه هون، حدث تخثر. حدوث التخثر شو يعني؟ يعني يمتلك أو يوجد، يمتلك أو يوجد مولد الضد دي. هيك صارت بالعربي، هذا الشخص يمتلك مولد الضد إيه، إذا دمه إيه بحط أول شيء إيه. لا يمتلك البي، ما بحط بي. يمتلك الدي، إذا الدم إيش؟ موجب. اللي بيصير عنده تخثر موجود، ما بيصير عنده تخثر مش موجود. والآن بدنا نبلش في الجزء العملي من هاي الحصة، الجزء اللي الكل راح يعشقه، الجزء اللي راح يكون موجود في دماغك من هون للامتحان، وراح تضلك متذكر هذا الجزء بإذن الله تعالى. هنا حصتنا هاي يا ريش تكون في الصورة وتعيشي معنا المعلومات هاي لطلابنا، إنه راح نعمل تجربة نعرف من خلالها فصيلة دمك حسب نظام اسمه نظام ABO، شرحناه قبل شوي. الآن في عندنا هون يا أريج هاي أجسام مضادة، هذا اسمه جسم مضاد A، وهنا عندنا جسم مضاد B، وهنا عندنا جسم مضاد D. إحنا بدنا نبحث عن مولدات الضد اللي عندك، نشوف شو أنواعها. كونك حكيتي إنه عندك مولد الضد A و D لأنه دمك A موجب، معناته لما احط اجسام مضاده بي ما راح الاقي مولدات الضد هاي عندك في جسمي. هون احنا راح ناخذ اول قطره دم منك. للطلاب طبعا بيحبوا يشوفوا الدم، متوحشين طلابنا. هاتي لنا بالله اصبعك هيك شوي، هاتي هون، تمام. الان بدنا ناخذ منك بس قطره دم واحده. طبعا اريج انا بفضل ناخذ منها اكثر من قطره، يعني بدنا نعذبها على مراحل، تمام. يلا هاي اول قطره بدنا ناخذها الان منها، تمام.
مسحينا بس الكحول. أريج طلعي على الكاميرا 8 أريج بس بشرط ما تطلعي على الإبرة. تمام، لأنه اللحظة راح تنغزي فيها ما راح تعرفيها أصلاً أنت. تمام، ما راح تعرفيها بالمرة. برضو هيك ما زبطت معنا. احنا اريج رح نرجع لها ناخذ منها برضو دم مره ثانيه. خليكي معنا يا اريج. اريج حكت لنا دمها ايش؟ اي موجب. يعني اذا بحط اجسام مضاده من نوع البي تمام ما رح يعمل تخثر في خلايا الدم عندها. يلا بسرعه ناخذ العينه. من هون لما تطلع النتيجه النهائيه خلينا ناخذ منها كمان عينه. انا بحب اخذ من اريج دم، احكي لكم ليش بعدين في نهايه الفيديو راح تعرفوا ليش بدنا ناخذ منها كمان عينه دم. تعالوا 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 ناخذ منها كمان واحده. يلا يا اريج اعطينا اصبعك يا اريج. بدنا اصبع ثاني، بدي اريج تروح على البيت اليوم اصابعها كلها مخزقه ما تعرفش لا تطبخ ولا تاكل. يلا يا اريج هات. بدك نفس الاصبع؟ لا، هاي حلقه تعذيب لاريج. اصبع ثاني. طيب نيجي ناخذ اللي هون لانه هذا اللي بضل يخصم المصاري. الان بدنا نضيف هون الاجسام المضاده من نوع ايه، وكونه اريج حكت انه دمها ايه معناته لازم يصير تخثر هون. تمام، وهون راح اضيف الاجسام المضاده من النوع دي على الاخيره. طيب يلا نركز، هاي نزيدها هيك، هاي خلصنا منها. احنا شغلنا الان هون وهون. يا نعمل ميكس. يا خلينا نيجي على النوع دي نشوف ونصبر عليها. هون احنا ضفنا اللي هو ايه، هون ضفنا اللي هو بي، وهون ضفنا اللي هو دي. طبعا البي مش موجود. تمام، الايه بحب احكي لاريج انها هي مش عارفه فصيله دمها. تمام، على اللي بنشوفه احنا لغايه الان الدي موجود اوكي، يعني هي دمها موجب. البي مش موجود، الايه لغايه اللحظه هاي اعمل زوم مش موجود. الايه مش موجود. طب انا ما عندي لا مولد ايه ولا مولد بي، معناته الدم ايش راح يكون؟ دمك او موجب يا اريج. بحب احكي لك ارجعي اعملي فحص فصائل الدم او لا، او تعملي في مستشفى وبتاكدي على صدق كلامنا وصحه نتائج تجربتنا. دمك لغايه اللحظه هاي يا اريج خلاص هو دمك، لا الايه موجود عندك كمولد ضد ولا البي موجود، بس الدي موجود. الان اريج شو دمها؟ عدم امتلاك مولدات الضد الايه او البي مش موجود. تمتلك فقط مين؟ تمتلك فقط مولد الضد اللي هو ايش؟ الدي. فهنا اريج طلع دمها عندنا اللي هو الاو موجب. والان بدنا ناخذ عينه من زميلنا الطالب. اسمك؟ حمزه الحسن. حمزه الحسن، من اي فرع يا حمزه انت؟ علمي. حمزه من الفرع العلمي، يعني حمزه توجيهي من جيل 2007 وقرر انه يتبرع بعينه دم لتجربه فحص فصائل الدم. فخلينا نشرب شوي من دماته لحمزه. حمزه انت بتعرف فصيله دمك شو هي؟ إيه بلس. تعرف شو يعني A بلس؟ مبدئيا كونك لسه ما اخذت الدرس لسه انت ما بتعرف هذا الكلام. تمام، الان احنا بدنا ناخذ منك عينه دم. طلع كيف انا قاعد بدلك؟ شو يعني بدلك؟ يعني انا قاعد بدي اخلي بس دماتك يتحركوا شوي يسخنوا عشان لما نشكه ماشي نطلع دم منه بسرعه. تمام، طيب شو فصيله دم الاب؟ خليك معي انا انسى الابره. شو فصيله دم الاب عندك؟ برضو ايش؟ إيه بلس. ما شاء الله عليك. طيب حمزه احنا بدنا ناخذ منك اكثر من عينه دم، تسمح لنا؟ اكيد طبعا. يعني بدنا ناخذ 3 عينات، هسه بنحكي لك ليش بدنا ناخذ 3 عينات. مدماته عجبني وبدي ادخله على مسلسل دراكولا حمزه. هي كمان قطره، خلص فيش داعي نغزك معناته، وهي اخر قطره.
صلى الله وبارك، وبنحكي لحمزة يسلم إيده. خلص وجعتك؟ لا أبدا حبيبي، الله يرضى عليك يا حمزة. طبعا حمزة إحنا في كل مرة بنأخذ عينة بنحكي للطالب شو اللي بنعمله. إحنا أخذنا 3 عينات دم من عندك، تمام؟ هي واحدة، هي 2، هي 3، نظبطهم زي هيك. الآن إحنا راح نضيف الأجسام المضادة يا حمزة. هاي أجسام مضادة إيه، تمام؟ وين بدنا نضيفها؟ بدنا نضيفها على قطرة الدم اللي أخذناها من حمزة. بس بدنا ننتبه يا حمزة، طلع كيف؟ طلع حمزة معي، بحاول لما أنزلها أسقطها إسقاط، ما تعمل تاتش مع الدم. ليش؟ عشان ما تتلوث العينة هاي وتخرب كل الأجسام المضادة اللي هون. الآن راح أضيف هون الأجسام المضادة نوع إيش؟ أنتي إيش يا حمزة؟ أنتي بي. أنتي بي، الأجسام المضادة بي راح أضيفها على القطرة الثانية لصديقكو حمزة. والله أدعو له حمزة، لأنه حمزة أصلاً من طلابي كمان، ومن الطلاب اللي أنا متفائل فيهم جداً إنه راح يجيبوا إيش معدل. وآخر أجسام مضادة اللي هي الأنتي دي بنحكي عنها، هاي اللي هي الأجسام المضادة التي لا تولد مع الإنسان، إنما تبدأ بالتكون بعد الولادة عند أول عملية دخول لمولدات الضد دي للشخص الذي لا يمتلكها. الآن يا حمزة بدنا نعمل الميكس، بدنا نخلط الأجسام المضادة مع مولدات الضد، إذا وجدت بصير تخثر، إذا لم توجد لن يحدث إيش؟ ها ها ها، وأنا صار تخثر. ليش يا حمزة؟ لأنه إحنا هون شو ضفنا عند الأولى يا حمزة؟ ضفنا أجسام مضادة، صار تخثر. شو يعني يا حمزة؟ يعني الجسم المضاد هذا اللي هو إيه؟ وجد مولد الضد الإيه؟ وجده هون. طيب إحنا ضفنا هون إيش؟ أجسام مضادة بي. طيب تعال خلينا نعمل الميكس ده، هاي نبعدها شوي، نجي نشتغل في هاي يا حمزة أنا وإنت. يا يلا يلا يلا، ما فيش. ليش ما فيش؟ ها فيش تخثر. لو اضيف كل العلبة هون ما رح يصير تخثر. ليش؟ ما هو حمزة حكى لي من بداية الفيديو انه دمه ايه؟ موجب. يعني حمزة لا يمتلك مولدات الضد ايش؟ بي. الان احنا لما ضفنا الدي اخر اشي ضفناها هون، بدنا نشوف هون هل هي موجودة ام غير موجودة الاجسام المولدات الضد اللي هي ايش؟ الدي. تعال هون نبين معك هون يا عزيزي، ازيح لك هاي، تفضل. ها ازيحت لك اياها. يلا هون المفروض كونه قال لي اموجب لازم تبين، بس سبحان الله دائما في المختبرات اللي بيشتغل هذا الشغل بده يكون دقيق شوي. انت قلت لي ايه موجب، اه دائما المولدات الضد الدي صعب الكشف عنها. لاحظ لاحظ، هو التخثر موجود صديقي، ركز لي هون، اعمل فوكس هون 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 هون، هنالك تخثر ولكنه غير واضح الا اذا عملت الميكس. طلع 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 طلع، اعمل الميكس بيجي معك. ايها مبينة، شايفها يا حمزة؟ شايفها؟ واضح. لما تعمل سبريشن انتشار إلها بتبين معك. نبعد لك اياها، ولو صبرت عليها شوية حمزة بين. هيا هون صديقي، اعمل الفوكس، اعمل اعمل، اصبر عليها شوي. كلما استنينا شوي على التفاعل بيصير الأجسام المضادة قاعدة بتبحث عن مولدات الضد، وشو بتسوي؟ بتتفاعل ايش معها. هيها بدي اصبر عليها الآن انا، ها عشان المشاهد يشوفها، الطالب يشوفها. ركز لي هون، اجيب انا شغله اشير لك فيها، تمام. هي هون صار في عندي تفاعل يا حمزه بين اجسام مضاده دي مع مولدات الضد دي، تمام. وبناء عليه وبناء عليه عندي انا هون الجسم المضاد وجد مولد الضد، الجسم المضاد وجد مولد الضد. الان هون يا حمزه احنا كنا ضفنا الاجسام المضاده دي على العينة هون وصار تفاعل تخثر، معناته الدي موجود، يعني الشخص هون دمه موجب. كون ضفنا الأجسام مضادة بي على عينة حمزة نفسها، تمام، ولم يحدث تفاعل، معناته البي غير موجود. بي شو ماله؟ غير موجود. بس لما ضفنا الاي كأجسام مضادة حدث التخثر، إذن الاي موجود. معناته بفهم من هون حدوث التخثر يدل على وجود مولد الضد، وبالتالي حمزة دمه ايش؟ اي موجب، لأنه بإذن الله تعالى حيكونوا الطلاب المتفوقين. وتد طريقك للنجاح.